بهي ما بدك تروحي لبيت اهلك؟ ليش مرت عمي؟ يوهان ليش؟ ما اشتقتي لهم؟ مبلا اشتقت لهم. واللي بيشتاق لاهله بيروح لعندهم ولا هون احسن؟ دخلك لما بتروحي لعند اهلك شو بتاكلي وبتشربي؟ مرت عمي سمعتي عن شي حدا مات من الجوع؟ لا والله، ليش في حدا عندكم بالحاره ولا بالبيت مات من جوعه؟ شو حسين صافي؟ سيخ نار، سيخ نار قاعد بظهري. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يبارك فيك يا بنتي. روح وساوي لنا لقمة غدا. أمرك يا أبي أمرك. أنتِ الله يهديك يا مسافر، من كثر ما بتعشقيها ما بتعودي تشوفي قدامي. الله يسامحك يا ابن عمي. لك شو بكي؟ عم امزح معك، عشقيها قد ما بدك، المهم إنك تقومي لنا بالسلامة. الله يخلي لي إياك يا ابن عمي. يا حالي حريشك. لك على مهلك مرت عمي، على مهلك. وهي ساويت لك شوربة العدس باللحمة اللي بتحبيها. زكاتك ناولينا يا هنعمة. أنا بطعمية بهية، أنت قومي كملي جليات. لا تقبريني، أنا اليوم بدي طعمية لمرت عمي بإيدي. مرت عمي خدمتها على عيني وعلى راسي. على عيني. تفضلوا. يسلموا إيديكي. سمي بالله مرت عمي. بسم الله. فيها العافية إن شاء الله. السلامة يا قلبي. الله يسلمك يا أمزكي. شلون شايفة حالك هلا عيني؟ والله انكسرت يا أمزكي، بس الحمد لله الحمد لله. طيب وينك؟ ليش ما بتروحي على الخستخانة؟ ليش لا تروح على الخستخانة خالتي أمزكي؟ ليك بهية الله يرضى عليها هي اللي عم تطببها. يي أنت بهية عم تطببيها؟ ما عملت لها شي محرز خالتي ام زكي، كل اللي عملت لها اياه هو ملجمه، لانه الف الحمد لله انه ظهرها ما في كسر. غزيت لعن حولك، ومنين تعلمتي هالشي كله؟ من امي خالتي ام زكي. غزيت العين يا ام ظافر، شو محظوظه، الله بعت لك كنه كامله ومكمله ما شاء الله. الحمد لله. شو بتحبي تشربي خالتي ام زكي؟ عملي لنا كاسه شاي. من عيوني. يلا جايه معك انا. شو ام ظافر؟ لساكي مالك طايقتيها لكنتك؟ هلا بلاها هالسيره. لسا بدهم يعملوا له عرسه لمعتز افندي؟ مو لازم يستنوا لبعد 40 زعتر؟ 40 شو؟ اليوم لسا كانوا جايبين قطنه. يعني لسا بدهم يعملوا العرس؟ ما صلوا الزلمه 4 ايام، لك شو هالعيله اللي ما بتستحي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه ام ظافر؟ يا عمي شو؟ هلأ صاروا عيلة بيت أبو عصام ما بيستحوا؟ كلهم حزن 3 أيام. نحن اللي منعرفه إنه العرس إذا في حدا ميت بعد 40 هيك الأصول. لك يا أختي هلأ إن كان هلأ وإن كان بعد 40 بدهم يخلصوا من القصة شو فيها؟ إيه؟ بس الله يمرقها على خير. وشو صاير كمان بالحارة؟ يا لطيف يا لطيف، تقتلي حالك لتعرفي اخبار الحاره. المخلوقه حالفه يمين، بدك اياها تكسر يمينها يعني؟ مو معقول. يا شو هاليمين هذا اللي حالفته يا بعدي؟ قال شو؟ ما بتطلع من البيت الا رجله على رجل ساره. يعني وين بدها تتركها مرت عمي؟ وين بدها تتركها؟ تتركها بالبيت. خلص ام بشير، ام عصام حاطه يمين على حالها. اذا اجت اهلا وسهلا، وان ما اجت اهلا وسهلا. بس يا بنتي مو عيب تعمل العرس يوم الجمعة. أهل الحارة كلهم مو رضيانين وما حدا عم يفوت لسانه لحلقه. بدنا نحل القصة خالتي أم ظافر. والله معكم حق يا خالتي، قصة معتز لازم تنحل، والحزن 3 أيام وليوم الجمعة بيصير له الزلمة جمعة ميت. والله ما بعرف شو صاير بهالحارة. شبه الحارة مرت عمي؟ ما عاد حدا فهم بالأصول يا بعدي. عنك مرت عمي.
يسلمك يا أم عصام. كيف ملاقية حالك هلأ؟ لا الحمد لله عم بتحسن شوي شوي. ألف الحمد لله إن شاء الله. أهلا وسهلا بسارة. يعني معه حق معتز يعمل اللي عمله مشانك. ما شاء الله حولك وحواليك. تسلمي خالتي. شو بتحبوا تشربوا؟ ما بدنا نعذبك حبيبتي. لا أيو شو تعذبينا؟ قومي بهية قومي اعملي فنجان قهوة لخالتك أم عصام. من عيوني مرت عمي. ما فاية مرت عمي. الحمد لله. بهية نعم مرت عمي. هلا انت ليش هيك عم تعملي؟ لانك بتحبيني عن حقها ولا عم تساوي هيك بس لوجه الله؟ انا كل شيء بعمله مرت عمي هيك لوجه الله، بس اني اقول لك اني انا ما بحبك فبكون عم بكذب عليكي. كنت دائما بيني وبين حالي ادعي وقول انه الله يحنن قلبك علي، بس شو ساوي شو ساوي، انت ما بتحبيني وبتضلي شايفتيني خدامي. أما خدمتك ومراعاتك فهي واجب علي لأنك أم جوزي. أنت عاوزة شي تاني مرت عمي؟ لا. شوفي بهية شو صاير بينك وبين امي؟ ما في شيء حبيبتي ما في شيء. لا بهية بدك تحكي لي عشان ما ارجع ازعل منك. من واحد يعني ما بيعطف على الثاني وبيحدنا عليه غير لحد ضربنا ابليه. بهية خلص تقبريني، شو بك؟ صفي قلبك. يعني معقول هلا رح تتشفي بامي؟ والله العظيم ما عم بتشفى يا نعمة. انا مالي مكيودة ومرت عمي على عيني وراسي وخدمتها على عيني وراسي كمان. بس تصوري تصوري كانت عم تسألني إنه أنا عم بعمل هيك لأني بحبها ولا لوجه الله. والله العظيم تعبت يا نعمة، أنا والله تعبت. خلص بهي خلص تقبريني. هلأ بطلع لعند أمي مشان تتصافي أنت وياها. لا يضل شي لا في قلبك ولا قلبك.